افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة صباح اليوم معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته 14، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 وحتى 18 من الشهر الجاري. وقد تجول سموه في مختلف قطاعات وردهات المعرض، يرافقه سعادة هلال السعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، الذي شرح لسموه تاريخ نشأة وتطور المعرض والزيادة المضطردة في عدد المشاركين في هذا الحدث السياحي الرياضي السنوي، الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 30,000 زائر، خاصة من عشاق السيارات الفارهة والكلاسيكية والرياضية. وقد توقف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم عند العديد من منصات عرض السيارات الحديثة التي تعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.